الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقار جديد، أهلا وسهلا بالجميع. إخواني الكرام، غادي نعرض عليكم بعض شي فيديوهات ديال واحد الدار في مدينة سلا. دار حرة دي المساحة ديالها 50 متر، 50 متر فيها سفلي وفيها فوقي، يعني R plus A. ملكية، يعني كتابة ديالها ملكية عند عدول، مصلوحة. ثم غتشوفوا الفيديو فين جات الموقع ديالها، شتوا القاعدة الجوية ديال لافاز اللي غادي للضحى، كتفوت الضحى كاين إقامات ديال بيت المستقبل. هاد الإقامات ديال بيت المستقبل، هاد الدار كتواجد حداها. دار كما قلنا المساحة ديالها 50 متر، ملكية. غتشوفوا الفيديو ديالها إخواني الكرام. الزيارة ديالها إن شاء الله ابتداء من الأسبوع اللي غيدخل إن شاء الله بحول الله، اللي هو مهتم بالموضوع وعجبته الدار، أهلا وسهلا به. الثمن ديالها غتلقاوه مكتوب على الوصف ديال الفيديو. وغنطرق واحد المساله اخواني الكرام، بعض المرات ما كنحطش الثمن. كاين جوج حوايج ما كنحطش الثمن، يا اما الثمن ما موافقش عليه، يا اما صاحب العقار ما كيبغيش يحط الثمن ديالو على الاعلان، وهذا من حقه. الثمن كيتعطى عبر الهاتف، هذا حنا كنحترموا جميع الاراء، لان بيوت الناس وعقارات الناس حرمه. واللي بغى مهتم بالموضوع، الرقم ديال الهاتف موجود، يتصل. ربما ما جاوبناش او ربما اعتذر التليفون، يخلي رساله على الواتساب او يتصل في وقت اخر ان شاء الله بحول الله، وحنا موجودين لاي اسئله. واهلا وسهلا بكم، نشوفوا الفيديو وربي يجيب الخير.